السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشرفت بمقابلتك. من يلي من هو؟ هكا سي بون كوم سا خاطر انت لا غلط. تشرفت بمقابلة السيد رئيس الجمهورية وعرضت عليه تركيبة أول حكومة للجمهورية الثانية، ويتوج عرض تركيبة الحكومة لقاءات ومشاورات مكثفة مع ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، خصصت للاستماع إلى تصوراتهم وآرائهم ومقترحاتهم بخصوص هذه الحكومة وبرنامج عملها وسبل مجابهة التحديات المطروحة. وقد حرصنا على أخذ هذه الآراء والمقترحات بعين الاعتبار، وهو ما سيبرز من خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس نواب الشعب. والحكومة الجديدة هي حكومة كل تونسيين والتونسيات، غايتها الأسمى تجسيم أهداف ثورة الحرية والكرامة وترسيخ المسار الديمقراطي وتوفير مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة كافة الفئات والجهات، وخدمة المصلحة الوطنية التي تعلو فوق المصالح الحزبية والفئوية. والحكومة الجديدة هي حكومة كفاءات وطنية تضم شخصيات سياسية وإدارية ومن المجتمع المدني ومن أهل الخبرة والاختصاص، كما تتسم بحضور متميز للمرأة والشباب. وكل هذا حكومة مطالب بتطبيق سياسة الحكومة وبرنامجها، وليس سياسته الخاصة. وبرنامج الحكومة نابع من برنامج حزب حركة نداء تونس ومقترحات الأحزاب الأخرى والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني. وفيما يلي تركيبة الحكومة، السيدات والسادة الوزراء: وزير العدل والشؤون العقارية محمد صالح بن عيسى، وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، وزير الداخلية ناجم الغرسلي، وزير الشؤون الخارجية الطيب البكوش، وزير المالية أسعد زروق، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي نجيب درويش، وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكريا حمد، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعد صديق، وزير التجارة والصناعة التقليدية سليم شاكر، وزير السياحة محسن حسن، وزير التجهيز والبيئة والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، وزير النقل محمود بن رمضان، وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي كريم سكيك، وزير الشؤون الدينية العروسي الميزوري، وزير التربية عبد المناف عبد ربو، وزير التعليم العالي والبحث العلمي شهاب بودن، وزير التكوين المهني والتشغيل سلمى رقيق، وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار اليومباعي، وزير الصحة سعيد العايدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة خديجة الشريف، وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث لطيفة الأخضر، وزير شؤون الشباب والرياضة ماهر بن ذياء، وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس النواب الشعب الأزهر العكرمي، وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي، الكتاب العامون، الكاتب العام للحكومة أحمد زروق، السيدات والسادة كتاب الدولة، كاتب الدولة للأمن لسعد دربوس، كاتب الدولة للشؤون المحلية علي طرابلسي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد زين شلايفة، كاتب الدولة للشؤون العربية والإفريقية تهامي العبدولي، كاتبة الدولة للجباية والاستخلاص حبيبة الواتي، كاتبة الدولة للأملاك الدولة والأملاك المصادرة نايلة شعبان، كاتبة الدولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لميا الزريبي، كاتبة الدولة للإنتاج الفلاحي أمال النفطي،
كاتب دولة للصيد البحري يوسف الشاهد، كاتب دولة للبيئة بن عيسى العبيدي، كاتب دولة للإدماج الاجتماعي بالقاسم الصابري، كاتب الدولة مكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة ماجولين الشارلي، كاتب الدولة مكلفة بتأهيل مؤسسات إسفائية حنان عرفة، كاتب الدولة مكلفة كاتب دولة مكلفة الشباب محمد الجويلي. وختاما نرجو من الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خدمة وطننا العزيز ورقيه شعبنا وعزته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.